في جمعاتنا دائما من الأشياء اللي تميزنا وتسعدنا هي الطيب، خصوصا إذا كانت من سيد الطيب عبد الصمد القواشي. التميز دائما يكون من خلال الأشياء النادرة، وفي عبد الصمد مجموعة من أندر أنواع الأخشاب الحصرية والغير موجودة في أي مكان آخر، كلاكاسي، كيارة وكنام، بالإضافة إلى مجموعة متميزة جدا من أرقى أنواع الخلطات والأدهان. عبد الصمد القرشي سادة العطر الملكي.